عجل عجل عجل. قول الله خالي، قول الله على مهلك، على مهلك خالي، قول الله. Dans le quartier d'un tabac. Mais c'est une vraie guerre. Écoutez, envoyez des renforcements nécessaires. Je voudrais que l'ordre soit établi le plus rapidement possible. Commandant, je compte sur vous pour arrêter ces saccageurs. شو جابك لو بالوقت؟ تدري شو صاير بحارة الضبة؟ شو صاير؟ علقانة بينهم وبين الفرنساوية، رايح قتلها وجرحها. الله أكبر على الخبرية. روح الله يرضى عليك. فقي لي مختار حارة الماوية، ولا أبو النار جاي لعندك لأمر ضروري، خليه يستنى لي بالمضافة. بأمرك أخي، بأمرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. كمان اللي هربناهم من المصفر. بدي تديروا بالكم عليهم. سموهم نصرين، جماعة خدوهم عن الغارة وجماعة نحشوهم من اللي حصلها. دمرك عمي قول الله. ابو احمد بدك تروح على حرب الضبع وبدك تسلي عن الرجال بالكامل وبتشوفني شو صاير معهم. امرك عمي ابو حسن. اترك سلاحك وقول الله. ماشي بلال. رجلي الخير مات. صارك إبراهيم مات. استشهد يا أبو استشهد. هو ومسلم إجير القهوة شبتاني من حارة الموز. أنا إجيت أخذك لبيت أختي دلال مشان توقفي جنبها. ساكر خير الله وصاروا على باب الحارة. شو هالحكي؟ رجع عندي لفوق. رجع بسرعة. ماشي ابو فارس. مور بلس انا خايف كثير عليك يعملوا لها شيء تاني لهيك. اسمع عمي شو رح نعمل. قول ابو العز عم اسمعهم. بعرف ان علقانة بحارة الضبع والدرك اجوا لحارتنا وشحطوا شباب الكتله الوطنيه. ادهم قدر يهرب. والحمل يا مختار هيك بنضل قاعدين عم تصفن ببعضنا وعلى حارة الضبع لاقي لحاله مع العسكر الفرنساوي. ما رح نسترجي نقاتي باي حركه. يلي سمعته انه بعتوا قوه كبيره وحاوطوا فيها حارة الضبع من اربع اركانها. الله يستر. ما شفت بعينك شلون الدرك مليين الحارات كلها؟ ما رح نقدر نساوي شيء. حياتك بمسلم عمي ابو حاتي. حياتك الباقي ما ماني عرفان بمين بدي امسك.
مسلم لما بيسهرك إبراهيم، لما بيأدهم الله يرحمه ويجعل دربنا على دربهم بجاء النبي محمد. آمين. صحيح طلع خالك أبو شهاب من الحارة؟ إيه طلع من الحارة وراح يطلب فزعة من أبو حسن. شلون طلع ومنين؟ والله ما بعرف، بس لما سألته قال لي بعدين بتعرف. الله ييسر له ويرجع لنا بأخبار طيبة يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. واللي اتفقنا عليه مشان أبو فارس زبطتوه؟ لكن لا فكري عمي أبو حاتم، الشباب برا عم يجهزوا لحتى يطلعوا برا الحارة، بس اللي بيخوف إنه العسكر الفرنساوي صار على باب الحارة. توقع هالشي، روح عندكم شغلك وأنا هلا بلحق. أكيد أبو شهاب، شلون قدرت أطلع من حارتكم؟ والله بري عليك. شد رح تخنقوني كلك فنتي فنتي. شباب أبو فارس مش عم بين قصة حقيقية. شو أبو الفوارس جاهز؟ يا البلا، العسكر محط الحارة، لازم ارجع سريع. سيدي في 5 من عناصر الدرك مفقودين، ضابط ومترجم و3 عناصر، معناها أسرين أهل حارة الضبح. هذا يعني أنه نحن لازم نتفاوض معهم. أكيد ما فيك. دلوقتي que je vais rentrer parler avec eux. ماشي سيدي. جناب الكومندان حابب يحكي معكم ويفهم شو اللي صار. اسمعوا لك فرنساوية، يلي بيهوي منكم ناحية الحارة رح نقتل كل النسر اللي عندهم منا، فهمتوا؟ لوغدي جو في رونتري تو سول. جناب الكومندان بده يفوت لحاله بس مشان يطمن على الأسرى اللي عندكم. ماشي بس بفوت بدون سلاح. يا سيدي هاي مخاطرة كبيرة. نحن عند كلمتنا، حابب تشوف الأسرى شياتك اللي استسلموا لنا؟ ماشي. هدول هني قدامك، طمنت عليهم؟ كنت الراس الكبير فيهم. مو ضروري تعرف مين الكبير فينا، نحن كلنا راس واحد، واي واحد بيناتنا بيحكي عن الكل. وهدول عناصرك اللي استسلموا لنا راح يضلوا ضيوف عنا بالحاره، وما بنأذيهم ابدا اذا ما تصرفتوا بندالة. انا بنصحكم وبنصحكم كلكم انه تسلموا انفسكم، وبنصحكم تسلمونا الأسرى تبعنا. احنا ما رح نقبل نحكي بأي شيء قبل ما ندفن شهدائنا اللي ماتوا بالمعركة، يلي عناصرك هدول هن اللي قتلوهن. واتا لحنا نحط شروطنا مو انتو؟
إذا أنت جديد بالشام يا جناب الكومندان سأل عنا. إحنا ما بنمزح وكلمتنا كلمة، ورح نتركك تطلع من هون سالم لأنك دخلت علينا بدون سلاح، وبنصحك ما تجربنا بالسلاح. الله معك. يلا خلينا ناخذ الأسرع على الحمام عبدو. أبارتير دو ماتنا ممنوع الدخول من الخروج على الحارة، ويلي بخالف التعليمات تتركوا على النار. إذا انتهوشي ست بيرسون بتحققوا مع الحارس، وبدوني كل شي بمحضر رسمي. بدي أعرف كل شي صار. عمرك سيدي خدوه. بكير على فكهم، خليهم هيك مربطين. ابو الروض قل لي ابو العز، شو رايك تتم انت وعبده هون تحرسوا القرنه لبينما نعرف شلون بدنا نوزع حالنا؟ انا بدي اروح على خاطر مشان اطمن عليه. إيه ليش لا ابو الروض، روح انت انا بضل مع عبده هون. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ديروا بالكم شباب. مع السلامه. مع السلامه. Mais qu'est-ce que cela veut dire? On a eu des morts et des captifs. Et ils veulent qu'on règle cette affaire par voie de négociation. C'est la première fois qu'une gendarme subisse de telles pertes de l'enfance. Mais par qui? Par des voleurs et des saccageurs? Et de surcroît, à la porte d'un petit quartier de Damas. Monsieur, je suis vraiment désolé de vous apprendre aussi la perte de chef de cette mission, qui est votre nouveau. Le capitaine Jean Mirand. C'est une grande perte. Grande perte pour la France. Commandant, vous promulguez un arrêt déclarant, premièrement, l'état du siège de ce quartier d'Abbas. Deuxièmement, l'interdiction d'une manière définitive d'entrée et de sortie de ce quartier. Troisièmement, l'interruption totale du courant. Entendu ? Entendu, monsieur. Exécuté.